دعا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها بتمكين فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة العلامات الحدودية من استكمال عمله وإتمامه وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، واتخاذ الخطوات الكفيلة بترجمة احترام العلاقات بين البلدين. دعوة المجلس جاءت في أعقاب الحادث الأمني الذي شهدته المنطقة الحدودية بين البلدين يوم أمس أثناء قيام لجنة ترسيم الحدود بين البلدين بأداء عملها. برلمانيا طالب عدد من أعضاء المجلس بعقد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة هذا الحادث، يأتي ذلك فيما أجلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اليوم قانون تجنيس 4000 من غير محددي الجنسية لمزيد من الدراسة. كما شهد مجلس الأمة اليوم إنجازا نوعيا يسجل باسمه متعلق بإيجاد حلول مرضية لقضية القروض، فقد استطاعت اللجنة المالية البرلمانية بالاتفاق مع الحكومة إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة التي لطالما كانت سببا في التوتر بين السلطتين. أزمة القروض سيأتي حلها النهائي يوم الأحد المقبل وفق ما أعلنه الوزير الشمالي، ويقضي بشراء الحكومة لأصول المديونيات وإعادة تقسيطها بما لا يزيد عن 40% من قيمة الراتب. انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد اليوم بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي باتفاق شبه نهائي يحل مشكلة لطالما كانت محل تجاذب بين المجلس والحكومة. الاتفاق الحكومي النيابي سيصاغ بشكله النهائي الأحد المقبل وفق ما أعلنه الوزير الشمالي. المشروع المشترك والذي يعد سابقة كونه خرج بشكل توافقي بينهما ينص على شراء الحكومة لمديونيات المواطنين المقترضين قبل تاريخ 30 من شهر مارس من العام 2008. كان اتفاقنا شامل لكل ما يتعلق بهذا الأمر، سنأخذ هذه الديون أو القروض اللي موجودة ما قبل 30/3/2008، وشص بعد لها تعديل القانون أو مشروع القانون الذي درسناه يحتاج إلى شيء من التعديل. اتفقنا على تشكيل لجنة فنية بين القانونيين في كلا الجهتين للجلوس من هنا إلى يوم الأحد القادم، إن شاء الله يكون في اجتماع نكون في هذا نهاية ما يتعلق بهذا الأمر، وننتهي ونقدم للناس كل ما يريدونه من تسهيلات لحياتهم ولدورهم. تم الاتفاق على أن كل من كان مقترض ما قبل الفترة 30/3/2008 سيدخل ضمن الصندوق الذي سيقوم بدفع كامل قرضه للبنوك، وبالتالي تسقط الفوائد أوتوماتيكيا منه، ثم يعاد أيضا لهذا الشخص تقسيطه وجدول الديونه حتى يدفع القرض الذي قدمه ذلك الصندوق له. فالفكرة هي تماما كالقرض الحسن. أعضاء اللجنة المالية من جانبهم أوضحوا أن عدد المستفيدين من الصندوق سيكون 66,555 مقترضا بتكلفة إجمالية تتراوح بين 750 مليونا و900 مليون دينار. الصندوق مفتوح تدخل فيه هذه القروض اللي تم تحديدها على أنها كانت في الفترة من 1/1/2002 حتى 30/3/2008، فتدخل كل هذه القروض عددها 66,555. التكلفة راح تكون بحدود 900 مليون إذا يعني شملت المقترضين من البنوك الإسلامية، أما إذا يعني لا يعني فقط المقترضين من البنوك التقليدية والشركات فهذول حدود يعني 750 مليون راح تكون تكلفة القروض. اللي يعني دخل صندوق المتعثرين ما يستفيد من هذا القانون المقترح. من أجرى جدوله بعد صدور قرار البنك المركزي وصار نافذ 30/3/2008 أيضا ما راح يستفيد. اتفاق اللجنة المالية والوزير الشمالي قد يكون إقلاق لأحد أهم الملفات التي لطالما كانت عالقة بين الحكومة والمجلس، والاتفاق أسفر عن شراء الدولة لأصول القروض قبل 30 من مارس عام 2008 وتقسيطها على المواطنين من خلال صندوق الأسرة.
حمد النبهان من مجلس الأمة قناة الكوت.